أتمنى لكم في هذا المنتدى وفي منتداكم وفي مناقشاتكم أن تكونوا أيضا على يقين كامل بأهمية مثل هذه الفكرة، وأن تنطلق من الرياض لتصبح أيضا شمعة تتلألأ في جميع عواصمنا الإسلامية بإذن الله. يرفع المشاركون أسمى آيات الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء حفظهم الله.